بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. اليوم كانت لنا زيارة إلى مسجد بلال، وفي مسجد بلال تعرفنا على الاستعدادات التي تمت لشهر رمضان المبارك، وتحدثنا مع الشيخ محي الدين شيخ عبد الله، ثم أجرينا معه لقاء بعد ذلك. تعالوا نتعرف على هذا الأمر. مسجد بلال أحد المساجد التي افتتحت في مدينة مونيبيك في مقاطعة مانيتوبا، وكما نرى العنوان ظاهر على الصورة. هذا المسجد تم شراؤه كمبنى، وتم عمل صيانة وإصلاحات وتعديلات وفرشه بالسجاد وإعادة تطوير الحمامات لتناسب أماكن الوضوء بالنسبة للمسلمين، وسنتعرف عليها بعد قليل. من هنا دخلنا للمسجد كما ترون، وصالة أو مكان العبادة والصلاة كما ترونه متسع ما شاء الله كبير، وبسجاد جديد. المسجد ملحق به غرفة للإدارة كما نرى، حيث أن له بورد، فهو جمعية غير ربحية. أيضا هنا غرف للتعليم، تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم والتحفيظ، وبالتالي الأنشطة الدينية التي تهم المسلمين. هذه الغرفة أيضا للاستراحة وللتحفيظ تستخدم أحيانا. هذه من المسجد. Sheikh Muhyiddin, when Masjid Bilal was opened? The Masjid Bilal was opened by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on March 40, 2017, after 1 year and a half of renovation project. The masjid is about 45,000 square feet, including the parking and also the field area. And mashallah, the price was very reasonable, 751,000 mashallah. And now it provides a wide range of social and spiritual services, Quran classes, weekly Islamic schools, family and counseling, Friday halakha congregations, and much more. So it's a community center, it's a spiritual center, and also it's a worshiping center. Is it a non-profit organization? Yes, it's called the Winnipeg Islamic Center. It's a non-profit organization completely relying on individual donations and contributions. And we encourage everyone to support that in the years to come, inshallah. And you are preparing now for Ramadan, inshallah? Yes, we are preparing for Ramadan. The people are now, even renovation now is going on. And we are preparing to lead the Taraweeh, give reminders, have iftar for more than 200 people every single day. So anyone who is single back can come for iftar, can come for Taraweeh with beautiful recitation by many brothers, and also they can donate at the same time. Thank you very much. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. كما ترون هنا تم تجديد أو بالأصح إعادة عمل حمامات تتناسب مع الوضوء، وبأرضية من البلاط المزايك نسميه الذي يتحمل، والحوائط تم كسوتها بالرخام. هنا مسجد النساء أو مدخل النساء للمسجد كما نراه، ولهم أيضا مكان للوضوء مستقل كما نرى. تم أيضا عمله من جديد، وحقيقة نجد أن هناك عناية بموضوع الوضوء بشكل جيد كما نرى في مسجد بلال. وهنا حامل يتم وضع الطفل عليه في حال تغيير حفاضات الأطفال. يوجد لذوي الاحتياجات الخاصة مرحاض خاص، وأيضا مرحاضين آخرين للأخوات كما ترون. الآن سننتقل إلى لقاء مع الشيخ محي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. اليوم نغير في المواضيع التي نقدمها إليكم. معنا ضيف عزيز، شيخ محي الدين شيخ عبد الله من الصومال.
الشيخ محي الدين حفظ القرآن في سن 9 سنوات في الصومال في بلده، ثم انضم لحلقات الدراسة الإسلامية في الصومال 10 سنوات ما شاء الله، ثم حصل على منحة دراسية من الأزهر الشريف في سنة 2003 حيث تخرج من الثانوية الأزهرية، ثم انضم إلى جامعة الأزهر حيث حصل من كلية الدراسات الإسلامية في التربية على امتياز مع مرتبة الشرف. بعد هذه المقدمة نرحب بالشيخ الفاضل. أهلا وسهلا بك، حياك الله. حياك الله وبياك وشرفتنا، الله يحفظك ويرعاك. شكرا سيدي الفاضل، أنت حافظ للقرآن. أبشر. أنا قبل أن أبدأ بأي شيء أريد أن أستمع إلى بعض من آيات الذكر الحكيم. الله تفضل. جزاك الله خير. نجعل فاتحتنا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من زمر أهل الجنة. فتح الله عليك يا مولانا. جزاك الله خير. إذن نحن اتفقنا على أن نقدم مجموعة من الحلقات بإذن الله. حدثنا عن المواضيع التي تعتقد أننا سنقدمها للجمهور الكريم. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، نسأل على استضافتكم القيمة. شكرا. من المواضيع التي نفكر فيها إن شاء المولى بفضله وبتوفيقه، أهم هذه المواضيع هو موضوع سميته خطوات إلى التقوى. ما شاء الله. لأنه رمضان، شهر رمضان المبارك، هناك غاية واحدة من شهر رمضان، غاية سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، سماها التقوى. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. فهذه التقوى سماها العلماء غاية الغايات. لما واحد عنده غاية، هذه الغاية يجب أن تكون التقوى. فسميت هذه الحلقات خطوات إلى التقوى، كيف يمكن أن يسير العبد أو الأخ أو الأخت إلى هذه التقوى. ما شاء الله. وأنت عارف إن شاء الله القرآن الكريم في يوم القيامة كل واحد يتمنى أن يكون من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فكل عبد يتمنى أن يكون المتقين. ليه؟ لأنه يرى الجنة قريبة إلى الجنة إلى المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يرى أن المتقين في مقام أمين من العذاب، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. سيرى الإنسان أن الجنة كلها أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسيرى أن الجنة هي دار المتقين ولنعم دار المتقين. فلذلك يتمنى كل إنسان أن يكون من المتقين في يوم القيامة. لذا ينبغي أن نكون من المتقين قبل مماتنا، وأن نعرف كيف أن نكون من المتقين. الله ينور عليه، فتح الله. فنريد إن شاء الله تعالى أن نسمي خطوات سميناها خطوات أو وسائل الوصول إلى تقوى الله عز وجل. هذه هي منفذ وصاب النجاح المؤمن والمؤمنة. ما شاء الله. طيب نعرف
المشاهدين لغة البرنامج أو اللقاء أو المقابلة أو الموضوع هل ستكون بالعربية أم بالإنجليزية أم بلغة محلية؟ الله يعافيك، جزاك الله خيرا. أولا خلينا أكمل بعض الحلقات، هذه الحلقة الأولى. الجزئية الثانية إن شاء الله نفكر فيها إن شاء الله بفضل الله وبرحمته وبمساعدة المهندس حاج سمير، وهو طيب علينا ربنا يبارك فيه، أكرمك الله، أنه نفكر حلقات سميناها غير حياتك إلى الأفضل. ما شاء الله. ليه؟ لأن شهر رمضان هي شهر التغيير. شهر رمضان شهر التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهو شهر التغيير الإيماني، تغيير اجتماعي، تغيير صحي، تغيير من حيث الأهداف التي تريد أن تحققها. شهر رمضان الشهر يجب أن يكون يعني سمة للتغيير. جيد. والتغيير من سنة الله في الكون. يقول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. عن طبق. كل يعني من مرحلة الصحة طبقا عن طبق، من حالة إلى حالة، حالة الصحة، حالة المرض، حالة الصحة، حالة الكبر، حالة فحالة التغيير من حالة إلى حالة. فالتغيير الله من سنة الله، فالتغيير من سنة الله في الكون، ولا نجد سنة الله تبديلا. فخطب حلقات حول التغيير، حلقات حول التقوى، وأخيرا حلقات حول الخلق الحسن، لأن الدين كله هو خلق حسن. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق. نعم. فحسن الخلق هو جزء لا يتجزأ من التقوى وجزء لا يتجزأ من التغيير الذي نريد أن نحققه في حياتنا. فهذه هي ثلاث ركائز أساسية إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة للغة الموضوع، نحن في كندا، صحيح، دائما أفضل أن يكون جوهر اللغة اللغة الإنجليزية حتى يستفيد عامة الناس. لكن مع ذلك لا نهمل الجزئية الكبيرة من الإخوة الذين يتحدثون باللغة العربية. فالنصوص والآيات والحكم كلها باللغة الإنجليزية حيث يفهم باللغة العربية، باللغة العربية. مع ذلك سنترجم كل ذلك إلى اللغة الإنجليزية إن شاء الله تعالى. إذن متن الموضوع اللي هو اللغة العربية من حيث الآيات والأحاديث والأمثلة والنصوص. الله ينور عليك. ولكن تترجم إلى اللغة الأجنبية أثناء الحوار. أثناء الحوار. لتصل للجميع. لتصل للجميع. أيا كان المتلقي. أيا كان المتلقي. الله يبارك فيك. فإن شاء الله كما تتميمة لكلامك. سنجد سيتمتع المتلقي إن شاء الله آيات من الذكر الحكيم وحديث من السنة النبوي الشريف وقصص عجيبة وكنوز من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا لك أنك قبلت دعوتنا. الله يبارك فيك أخي. الله يبارك فيك. شرفتنا والله. أكرمك الله. إذا مشاهدينا الكرام، هذه المقدمة التي قدمناها لكم هي البداية في سلسلة من الحلقات سيقدمها شيخ محي الدين إن شاء الله رب العالمين. انتظرونا رمضان قادم. شكرا شيخ محي الدين. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تحياتي. السلام عليكم. Thank you.